كل واحد بقى يحكي لي عن نفسه شوية. أنا أعرف عنكم طبعاً حبة حلوين، بس أحب كل واحد يقدم نفسه بالطريقة اللي هو يحب أنه يتقدم بيها. الناس شافتك يا سارة في كلبش وكرهتك في رحيم جدا بتكلم على الادوار مش ايوه بس يعني يعني على مدار رمضانين انت الناس عرفت شكلك. لا احكي لي على عليك. انا عديت بمرحله اوديشنز كويسه قوي في الاول. انا معهد فنون مسرحيه تمثيل واخراج. تمثيل واخراج صح بالظبط. خرجتي ولا لسه؟ انا في سنه رابعه خلاص اخر سنه. وبعدين كنت محظوظة ان انا كنت في جروب الاب الروحي اللي اتجمع كده من مجموعة شباب. دكتور بيتر ميمي يعني بجد ليه فضل كبير جدا عليا، ومستر ريمون مقار طبعا. المسلسل ده عرف الناس بيا وبوشي اكتر، بس الحمد لله مبسوطة جدا يعني باللي انا وصلت له لحد دلوقتي. يعني انتوا في المسلسل ما يعني كل واحد له صحيح الاسم على شاري، بس كلكم ابطال يعني. انا قادرة اشوف الدراما متوزعة عليكم انتوا الاثنين. جايلان. جايلان انا اتخرجت من اذاعة وتلفزيون اعلام، وطول عمري طموحي ان انا ابقى مذيعة واعمل برنامج وكده. وبعدين بعد شوية انا اصلا نفسي امثل طول عمري، بس بابايا ما كانش موافق. وبعدين قلت خلاص الباب ده مسدود، فخلينا افكر في ان انا ابقى يعني مذيعة. يعني دخلتي كلية اعلام تحايل. وبعدين يعني الحمد لله الموضوع مشي، وبدات مع ابو حفيظه ومع اكرم حسني وبتاع. وبعد كده شويه شويه الموضوع اتطور، يعني عملت دور في مسلسل. بس انا دايما يعني بيحصروني يعني سمكه قرع يعني دور الشر يعني دايما يا سمكه يا قرع. يعني بالنسبه لي المسلسل ده بني ادمه، ودي كانت حاجه سمكه وقرع انا طلعت صح. السمكه طلعت في رايح المدام، مسلسل رايح المدام، عملت حلقتين ان انا سمكه محجبة طالعة من البحر. فعادة انت المرميد بتاعك يعني بتقولي انها تبقى حاجة بقى ماشي، تلاقيها انه ايه ماشي جايين بقى ايه هنحجبك ومفيش ميك اب خالص ماشي. يعني ده الباب اللي هيدخلني ان شاء الله على اللي بعده. اخش اللي بعده الاقي نفسي لا قرع. فيلم كويسين ده كان في عيد الاضحى. فاهم دماغه طبعا احمد فاهم دايما مش عارفة ليه. يعني نفسي اعرف سر ان ايه. يلا يا جايلين يلا يا سمكة ديل قاعدة في ديل طول الوقت، يلا قرعة قاعدة في قرعة طول، وكل بقى هنا والتهابات وحروق مش عارفة عشان يطلع إمكانياتك. ما هو بقى لما جالي المسلسل 15 حلقة ما كلمني أستاذ رامي. هو أستاذ رامي يعني متبنيني فنيا من أيام أبو حفيظة. فأستاذ رامي قال لي جايلان عايزك بقى في دور برضو البنت هتبقى إيه بيئة شوية كده. وأنا بحب الدور البيئة بس إيه طلعي بني أدمة. أنا ما طلعت بني أدمة فقلت والله اهو في امل. يعني انت خريجه اعلام اخترتي التمثيل من اول لحظه، وبداتي في التمثيل اللي في البرامج، وبعد كده بدات الاول مذيعه راديو اونلاين، كان في محطه راديو اونلاين. وبعدين دخلت ابو حفيظه، ومن ابو حفيظه مسلسل في كذا كذا كذا، وحاليا مذيعه راديو برضه. راديو ايه؟ نغمه في ام. هاشتاج. لا طب قولي لي انت بتقدمي ايه على نغمه في ام؟ بقدم برنامج اسمه هاشتاج. هاشتاجة بالجيم. هاشتاجة بكري. انا برضو ابتديت مع جايلان في راديو. انا يعني قصتي غريبة عشان انا كنت كلية طب. من كلية طب 3 سنين درست بيزنس، وبعد كده اشتغلت في راديو اونلاين. فهي حاجات مالهاش علاقة ببعض. طب قولي ايه اللي يعني انت سبت طب؟ انا ما كانش هينفع ابقى دكتور. ده حقيقي. يعني انا بجد ما كانش هينفع ابقى دكتور. يعني حرام اني ضميري ما جبت مجموع يدخلك طب يا بكري. لا هي برضو كانت خاصه يعني مش يعني الزمونه ما تجيوش بقى. يعني انا دخلت طب يعني من باب خالص. انا اسمي بكري، جدي اسمه بكري وكان دكتور في سوريا معروف جدا. بقول لك بكري ومن وانا قد كده بيقولوا لي يا دكتور بكري، وبيجيبوا لي اللعب اللي هي السماعه الصغيره دي. فيلا طب يلا طب. طب كويس. بس انا جبت يعني انا صاحب سابقه ان انا يعني انا في امتحان التشريح دي انا سبت الكليه بسببها 12 من 120. اعوذ بالله. والله العظيم واحد كتب لي جنبها في النتيجه طلع كتب لي الف مبروك. فانا ساعتها انا اكتشفت ان انا لازم 12 دول يعني واجهها على نفس اليوم ادك 12. جبت الادوات ممكن على حضور يمكن او جبت يعني كان درجاتك وحشه في طب. فكان وحشه جدا. طب واجهت العيله ازاي دي اللي طول الوقت بتستثمر في ابنها اللي هيبقى دكتور؟ يعني عملت ايه معايا؟ لا قلت لهم خلاص ما بديهاش يعني لازم امشي. يعني ما ينفعش ان انا اسلم يعني انه مريض. ما ينفعش انه دكتور جايب 12 120 يكشف على حد. انا اخر اكشف على عصفور يعني يعني لكن ما ينفعش اكشف على بني ادم يعني. ف سبت الكليه. بعدين
درست بزنس، خلصت بزنس، اشتغلت في راديو اونلاين مع جيلان، كنا بنقدم برنامج، ومن خلال اكرم حسني هو بعد ربنا يعني صاحب الفضل عليا يعني انه اظهرنا يعني في ابو حفيظه. احنا عملنا فيديوز اونلاين علشان نقول الناس احنا بنعرف نمثل، فبعتناه لناس كتير قوي بس ما حدش عبرنا، بس هو اكرم حسني الوحيد اللي عبرنا وقتها، وعشان هو كان البدايه يعني. انا سكريبتات بكري الكوميديه هايله. الله يخليك. محمد انا خريج معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. احنا انا وساره كنا في المعهد، بس ساره كانت اصغر. عادي لفيت على اوديشنز كتير، كاستنج كتير، بس لما اتخرجت ما كنتش لاقي يعني وظيفه كممثل، فاشتغلت صحفي. قعدت سنه كده في حياتي اشتغل صحفي في جورنال التحرير في الصفحه الفنيه، وبس قعدت بقى الف بقى ايه كصحفي واكلم ممثلين، واوقات كنت بكلم ممثلين كانوا زمايلي في المعهد وكنا عارفين بعض، بس بكلمهم كصحفي وباخد منهم اخبار وكل ده. طب يعني كنت متضايق يعني؟ انا طبعا طبعا مني في حلو برضه يعني، انا يعني بس مش وانت ممثل، مش وانت خارج معاه فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. ايوه يعني بيتكلم، بس هم عارفين ان انت زميلهم. لا ايه ده بجد؟ ايه الاسم تاني يعني؟ بقول محمد بس. اوبس. برقم تاني، ما كنتش بقول ان انا، كنت بتكسف لحد ما في يوم قالوا لي في الجورنال انت هتغطي مهرجان، وكان مهرجان القومي للسينما. يا فضحتي. رحت المهرجان، بعد اسبوع سبت الجورنال واكتئبت، وقلت خلاص انا هعمل مسرح، انا هعمل مسرح وسافر برا مصر، وسافرت من المغرب على فرنسا وقعدت شويه في فرنسا حلوين، ورجعت قالوا لي في اوديشن لفيلم جديد، كان فيلم اسرار عائليه. انا بصمت اعمل ده. واضح ان انتوا شله يعني. مين ربطيه؟ ايوه طبعا. فعملناه انا وبسنت الفيلم ده، ويشاء القدر، وده يعني حاجه كنت بحسها دايما علامه من عند ربنا، ان انا سبت البلد وسافرت وقلت هسعى في بلد تانية وهعمل كل ده، ان فيلم اسرار عائليه ينزل ويدخل مهرجان اللي هو مهرجان القومي للسينما، وانا اخد جايزه تمثيل في نفس المهرجان اللي انا روحت وانا صحفي، طلعت على الستيج وخدت جايزه تمثيل وانا ممثل. لا ده دي محتاجه تسقيفه كبيره جدا. دنيا عشان ما اخديش جايزه زيك يا محمد. بص طب معلش، اصحابك الممثلين او اللي كانوا زمايلك ممثلين وانت كلمتهم كصحفي بعد كده ما قلتلهمش ان انا محمد اللي كنت بكلمكم؟ لا. طب ما تقول لنا ناس اهو. قال اهو دلوقتي. لا يقول لنا بقى مين بقى عشان حسن رداد، ايتن عامر، دول كانوا زمايلي في المعهد. انا يعني هم كانوا اكبر، انا كنت في اولى هم في ثالثه، فكنت بكلمهم يعني باخد منهم اخبار، بس اعتقد لا حسن يعرف ولا ايتن تعرف لغايه دلوقتي. هم دلوقتي عرفوا دي محمد. محمد اللي كلمهم من كام سنه على انه صحفي، ودي حاجه محترمه جدا. هو محمد اللي اخذ جائزه التمثيل في المهرجان القومي ده. يعني هاتي ما عندك يا بسنت. انا انا خريجه جامعه امريكيه فاينانس ميجر يعني، واشتغلت في حاجه اسمها استثمار مباشر برايفت اكويتي في شركه ما، اكبر بنك استثمار في الوطن العربي. وكنت طول عمري بحب التمثيل جدا، بس كنت في السن ده يعني بحب الماث قوي، بحب الحساب جدا، وعايزه ابقى بزنس وومن اندبندنت بقى فعلا، وومن بقى مش عايزه بقى راجل يصرف عليا ومش عايزه معتمد على نفسي. مش ليه بتخانقوا لما بيقولوا؟ طب معلش يا حسن، ممكن او الحقيقه طبيعي جدا انك تبقي اندبندنت وومن وانت هاديه. لا لا ساعتها معلش ليه بيبقوا متعصبين؟ لا لا بتصور الفيلم كانت بتيجي ببدله. ايوه انا عمري ما انسى، انا كان اول فيلم ليا، وهي برضه اول حاجه ليا اول حاجه ليا، فكنت بشوف ممثله جايه وجايه لابسه بدله. فقلت هم ممثلين بيجوا التصوير بالليل ولا ايه؟ قلت لا انا شغاله اصلا. انا كنت زمان من البنك بقى ولا الشركه بتاعتي. انا ساعتها كنت فاكره يعني، كانت دماغي متخلفه كده. بس انا مع يعني اكتشفت بعد ما اشتغلت شويه في الشغلانه دي ان ده مش اللي انا بحبه. انا بحب التمثيل ومش عايز اضيع عمري بعمل حاجه انا مش بحبها، حتى لو انا بامن مستقبلي يمكن اكتر. التمثيل انا يعني ما اعرفش حد قوي والكلام ده كله، ات واز فيري ريسكي. فابتديت اخد كورسات، خدت مع كل الناس في مصر، قفلتها. انا احب اعمل حاجه صح يعني، وفضلت بقى انا عامله سوبرمان كده، اللي هو كلارك كانت وسوبرمان بالليل، بمثل بالليل والصبح في الشغل عادي جدا.
وفضلت بقى قاعده الحوارات دي بقى لغايه هذه اللحظه. لغايه انت لسه شغاله في لا مشيت من البنك ده عشان يعني كان الوقت والورك كتير قوي ما كانش نافع مع التمثيل. بس شغاله في شركه نفس الشغلانه بالظبط بس الريكويرمنت ساعتها اقل شويه. احنا بنصور هي طول الوقت بتشتغل اصلا ماسكه لابتوب وقاعده بتشتغل وماسكه ورق انا مش فاهمه منه ولا كلمه واحنا عمالين نتريق عليها. وبعدين انا يجي ميعاد العرض بتاعي فانا بقى متلهوجه قوي واحنا في الشغل. حتى عملنا اغنيه عملنا اغنيه عشان انا عايز امشي فبغني في اللوكيل ما اعرفش طلعت كده فكلنا بنغنيها قوي لما ميعاد الهواء يقرب. ايه بقى اغنيه ايه غنيها بقى اغنيه صحيحه بنغنيها كلنا مع بعض. 1 2 3 الساعه 5:30 الساعه 5:30 الساعة 5:30 وانا عندي هوا. الساعة 5:30 وانا عندي هوا. دي الاغنية بقى اللي احنا كنا بنضغط بيها على الكرو كله عشان يعني كنا بنفضل ماشيين كده. هي اغنية تضغط الاعصاب.